طفل ريان الله يفرج عليه، ونتمناو على الله يرجع لوالديه، والناس اللي كيديروا هذا السوفطاج ياكتيفيو يسرعوا باش يعتقوا. كاين لي مويان، خص لي مويان كلهم يداروا باش يتعتق هذاك الوليد لوالديه، رغم ان هذه راه درس بالنسبه للمغاربه. الدري في هذاك لاجر ما خصوش يتطلق بحال هذاك المشكل، والله يكون في العون والديه، الله يكون في عون والديه. شنو الراي ديالك في المتطوعين اللي كيدخلوا باش ينقذوا الطفران؟ وهذاك قضيه المتطوعين في الوهله الاولى، لكن من بعد راه الناس المخصصين هما اللي خصهم يديروا الخدمه، راه حيت دابا كثر الجوقه راه ما عندها ما دير، غادي تبرزط، ما تخلي حتى واحد يخدم. اللهم خص الناس المختصين هما اللي يخدموا حقيقه في الاول المتطوعين، ولكن ما وصلوش مساكن للحل، داروا الجهد ديالهم ما وصلوش للحل، ونتمنوا على الله هذاك الوليد يتصوفا، نتمنوا على الله يتصوفا ريان، والمغاربه كلهم مع ريان. رايك اختي هذاك الطفل باغي يلعب، عنده كل شيء لعب، البير عنده لعب كل شيء، ولكن الوالدين ما كيراقبوش ولادهم، ولده طلق بهذ المعنى، اسمحي لي قلت لك. الوالدين الطلبيه هي كل شيء، يعرف الام اكثر من الام، تعرف ولا فين غادي وفين جاي. الاب تا هو الاب الله يحسن العوال، الاب راه خدام ولا نقولوا، المهم الابوين بجوج خصهم يكونوا ردوا البال لاولادهم، وهذه نصيحه للمغاربه كاملين. الطفل الصغير باقي تحت جناح والديه، خصهم يراقبوه فين مشى، هما مجمعين على البلاد ديالها تاي ولا علم الله شنو، ولادهم ناسينهم، كيقول لك لا راه كيلعب، خصو كيلعب، هو مسكين، واش مات بعدا ولا بقى حي؟ هادشي كنشوف، ونتمنى الله يرجع الوالدين بصحة وسلام. ها هو كبار المغاربة خصهم يديروا بحال ولدهم، بحال طاح عليك ولدك تعاوني معاه، أنا كون كان جاري نتعاون معاه، دخلت للبير هانية، واخا نمشي أنا يطلع هو هاني هاني، خصنا الطفل الصغير مسكين الله بهذه الحياة، حنا راه صافي. أنا كنت حدا جارو بلا ما نعلم الله، الله يجزاه هود البير هاني اللي بغى يطير، ها السبيل لا غنموت وغنموت. وعاوتاني كلشي كنرجع للوالدين، غنرجع للوالدين، خصهم يردوا البال لولادهم. قدر الله وفعلوا ما شاء، ما غنوقفوش فوق القدر، ولكن كيبقى المسؤوليه الطفل الصغير، كتكون خاصه الام تكون الرعايه ديال الام وتقابل ولده، ولكن بحكم في الباديه يعني عادي كيخلي ولادهم تيطمنوا عليهم، وكنحمل المسؤوليه حتى للسيد اللي دار البير، انه خاوي وما فيه حتى شي حاجه، علاش مخليه خاوي هكاك؟ ما كيفيد حتى شي حاجه، ها هي الفائده اللي تفاد هو ان طفل بريء طاح، ودابا اكثر من 42 ساعه وحنا كنتسناو غير يتنقد وباقي، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يا ربي تحفظه وتنجيه كيف حفظ الله يونس من الحوت، ان شاء الله يكون خير. قلت لك الله يرزق لهم الصبر، والله يهديهم، عاد يحضوا حتى هما ولادهم، كاع جميع الامهات يحضوا ولادهم على بحال هذيك المساله. وهذا البير هو الا كان مقاد مع الارض راه واحد كبير ويطيح فيه، حيت انت غرضك في ذاك الكار بغيتي تركبي فيه، البير ما شتيه، بغيتي تمشي تشوف ذاك الكار حتى طيح انت راسك كاع اللي كبيره، وذوك المسؤولين اللي حفروه وما داروا ليه الاحتياط ديالو خصهم يتعاقبوا ولن يعاودوا. وبحال هذاك المثال اللي خصهم يديروا الناس كامل اللي حفر شي حفره بعد في شي مدن كبيره ولا بشي ولا حتى كاع غير القريه خاليه، ها هو كاع مشى يطيح مي لقى كاع حتى اللي يعتقوا الشيء اللي كتب عليه الله، ولكن بنادم خصو يرد البال، خصو يرد البال بزاف بزاف بزاف، مشو ولا والديهم الله يرزق لهم الصبر، وهما بعدا بسرعه خصهم يعتقوا الولد باش ما كان بعدا غير يطلعوه من البير. 42 ساعه مازال ما شفتش، حرام عليهم. وعلاش اختي؟ علاش داروا لهم بحال هكا؟ خاصهم يجبدوه هو الاول، وكون يكونوا كاع حتى واخا ما يكونوا الكوارد يديروا الناس الزيوفه ويدلوهم عليه ويشد فيهم ويطلعوا، حشومه. بنادم ولا رخيص اش كثير ولا ما عندهم سوق فيه ولا ما نعرف، ولكن اللي بغى يشوف غير هو راسو، وكون طاح في ذاك الموقع كي ماشي يبقى فيه الحال. بنادم اللي بغى يحسب واحد يحس يجربها في راسو، يخايلها غير في راسو كي بغى يعود. خاصنا نتعاونوا بيناتنا، خاصنا نتعاونوا كل الشعب، راه كلنا واحد، كلنا واحد. تقول هذاك ما عاد ليا ولا ما دار ليا، كلنا واحد. عتقتي انت واحد في هذه الدوله في هذه البلاد تيجي بالله، اللي عتقت انت في بلاد اخرى، واللي عتق لك ولادك انت في بلاد اخرى، ولا اي حاجه. الخير راه ما الخير قال لك، هي حاله الخير غير كثر،
وإلا كثرت لا تنزم، وخاطر مي في حافة مولانا ما خفى الحال تيردوا بالمكافة. ربي تبارك وتعالى خلي انت نسيتي الله ما تنساه. اختي لك الدري اتشرف فيا بزاف والله، والله البارح ما نعس بالليل كامل كنحلم بهذاك الدري. الله يحسن عوانه، الله يصبر والديه، والله يوصل، الله يجيبو سالم غانم ان شاء الله، الله يفك ديك المشكله على خير. غير ولي ضرني في خاطري بزاف، كتسمع مع 34 ساعه عاد كتسمع البومبيه جا وكذا، هادشي راه عيب والله الا عيب. ما تقارن 21 واقي بنادم متاخى بزاف، كتسمع متطوع، كيفاش متطوع عباد الله؟ واش هاد المغرب هاد الملاير كتسمع فيها كتشير هنا وهنا وكتقول لي واحد متطوع؟ واش حنا ولا الصداقه كنتسناو في هادشي؟ حشومه كاع والله الا عيب. واليوم واقيلا مع الصباح عاد ملي دارت هاد القضيه دارت بوم، ودولت قضيه ديال الراي عام، كتسمع هليكوبتر ولا ما عرفت شنو كيصوروا بحال شي كيصوروا شي فيلم، لقطه بلقطه راه حشومه. داك الدري راه كيضيع، هذاك الدري الا كان لتحت معذب تحت الارض، حنا اللي فوق الارض راه معذبين. بنادم راه معذب في السبيطارات، راه كلا صحه لا والو، راه حشومه، راه بركه علينا، راه والله الا طبنا بالله في هاد البلاد معاهم، الله يدير لنا شي تاول ديال الخير، راه كلشي معذب، راه اللي فوق الارض، واقيلا كنشوف هاد البلاد واقيلا اللي ميتين فيها معذبين، واللي حيين معذبين، والله يدير شي تاول ديال الخير، والله الا حشوم. وداك الدري كتسمع لا اله الا الله، ما كاينش شي امكانيات وما كاين والو، ما فهمتش انا هاد البلان هذا، كيفاش الدولة ما عرفتش كيفاش غاتميسر انا، وكتسمع متطوع عباد الله، راه كنتفقس ملي سمعت هاد الكلمة هادي. ملاير ملاير مشير هنا ومشير هنا وباقي تسنى الصداقه، وفين هما دوك الكفاءات؟ وفين هما؟ فين هذيك الهضره ديال الوزير في البرلمان؟ فين هذيك الهضره ديال دوك الناس؟ ما فهمتش انا كشت ما عليه لا الله عامل احسن الهضره بزاف. شنو الرساله اللي تقدر توجه لوالديك؟ الله يحسن عوانه مكبده من شويه، خصوصا ديك مو لا اله الا الله، ما جربش حقها ديال هادشي ديال الوالدين، الله يسمح لينا منهم لا اله الا الله، والله الا يدير لها شي تاوي. لا الا صعيب هذاك الدري بقى عايش بحال ما هكا، والعجب كل قرعه بقرعه ديال الاكسجين كتنزل ليها عباد الله، لا حول ولا قوه. اختي لو جيتي تبحشي في هادشي غادرك خاطرك، راه الدري هذا راه جات كاميرا صوراتو، الدري جات كاميرا صوراتو، اش مشيتي بعيد انت راه هنايا، راه جيتي تشوفي قوات شحال من واحد مهرس فيهم، جيتي تشوفي راه بزاف بزاف بزاف. لا هادشي ماشي بحال ما كتشوفي، كتشوفي غير كتشوفي تقريبا هادشي واقع لهاد البيار كيكون بلاط رخيص بلا والو، فهمتي البلان ولا لا؟ دابا صافي بير ما كيتسد ما والو، اش هاد راه تبحشي في هادشي خاص المقدم تا هو متورط في هاد البلان هذا، كيفاش هاد البيار هذا عريان وكون قطع؟ لا ديال السكوت، غنجبدوا بزاف ديال الناس، جيتي تبحشي تعمقي في هادشي، غاتمشي بعيد في هادشي. لا لا الله يصبر والديه، والله لا الله يدير شي، الله يدير لهم شي تاول ديال الخير. الدري راه كيضيع تحت الارض عباد الله، رحموه رحموه، ماشي عشيه عاوتاني غنسمعوا زدتي هليكوبتر اخرى وكذا. فين هو ذاك الوزير وفين هو ذاك الشيء؟ ولا اله الا الله في هاد البلاد، لا صحه لا تعليم لا والو، لا راه ما عرفتش باش غادا انا وحق الرب، ما كنقدرش نتصور المغرب من هنا ديال خمس سنين، كيفاش غيكون هاد البلاد هادي من هنا خمس سنين؟ العجب والله العجب بالله، لا اله الا الله، راه قلت لك اختي اللي فوق الارض راه معذب، وذاك الدري تحت الارض معذب، ولا اله الا الله دوك الناس اللي ميتين تاهما، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الشاوي ديال خير المرضي، الله يسهل عليكم. 38 ساعه وباقي ما كاين والو، باقي ما جبدوه ما والو، كيتسناو كيقول لك متطوعين خاصهم يجيو يجبدوه، فينا هما دوك المتدربين واللي كيمشيو يتقاتلوا وكذا؟ هادي حنا كنديروا الدراري تدريبات باش يجيو، فينا هما اش يقولوا لهم الوقائع المدنية؟ شي يقول لك حنا كنتدربوا هادي وكذا، خاصهم هما اللي يجيو دابا انهم يتدخلوا في المواقف. ما تسناش بنادم مواطن تمشي تهزو من دارهم تقول لها شي انت متطوع عاجي تدخل جبد لينا دري صغير، خاص المتدربين هما اللي يجبدوا الدري صغير، فهمتي؟ خاص بنادم ينوض يدوي على هذا البلان هذا اللي كاين دابا. القضية حتى مواقع التواصل الاجتماعي بزاف البارح بالليل راه ما نعسناش ليه كامل، كنتفرجوا في اللايف ما داناش الناس، كنت حط راسك انت اخوك الصغير ولا انت مختفي في هذيك البلاصة باش كيحس الدري صغير شنو كيشوف؟ راه ما تقدرش يجيك الناس وانت كتشوف دري صغير مسكين مخشي تما. الله يصبرهم وصافي، ما يمكنش شي واحد حط راسه في هذاك الموقع. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.